لا مؤاخذة يا سليم بيه، لحد حضرتك ما اكلتش العشاء. ماليش نفس. ينفع حد يجيب لي سيجاره ولا ممنوع؟ حتى لو ممنوع يا فندم، أوامر سعادتك، إحنا كنا لحم اكتفنا من خير حضرتك. خد الأكل ده معاك، دي لأي حد ياكله. والله شدة وهتزول إن شاء الله، ما تزعلش نفسك. امسك يا سناء. ايه ده يا حاج؟ امسك يا سناء، انت هتكتسفي مني. خدي يا شيخ احنا اهل، خدي. مش عايزه فلوس، مش عايزه فلوس، انا عايزه ابني، عايزه ضنايا. دم ابنك وحقه في رقبتي يا سناء. طب وغلاوتك وحق جلال الله ما هدى ولا يهنى لي بال الا لما الظابط اللي عمل في ابنك كده ده يتحبس. هو يعني حبسه هيرجع لي ابني؟ لا يا ست سناء، بس هيبرد نار قلبك وهيبرد نار الواد في تربته. بقول لك ايه، انا الحاج موصيني وصيه جامده قوي، انا هاجي بكره واخدك من ايدك كده ونروح الشهر العقاري، تعملي لي توكيل وانا هتولى القضيه بنفسي. اتفقنا؟ قولي اتفقنا يا سناء عشان ربنا ينصرنا. قلت لا اله الا الله، بس انت ذنبك ايه يا حاج تغرم ده كله؟ استغفر الله، استغفر الله يا ست منى. يعلم ربنا ان ندى الله يرحمها كانت زي بنتي بالظبط، زي ما سياد الله يرحمه كان زي تامر ابني بالظبط. يعلم ربنا انا كنت مستني اليوم اللي هتتجوز فيه عشان اقف لها بنفسي واوصلها لبيت عريسها بنفسي. طب هنعمل ايه؟ أحمر. بس بإذن المولى، بإذن المولى أنا مش هاهدى ولا يهنى لي بال إلا لما أخد بطرهم هما الاتنين. ربنا يخليك يا حاج. وزي ما قلت لك يا حاجة، مصاريف جنازتهم هما الاتنين عندي إن شاء الله. الليلة دي هعمل صوان كبير وأقف فيه أنا وابني وناخد عزاهم هما الاتنين. استغفر الله العظيم ونادي الحرام، حرام دي من بنتك، وكانوا عايزين يشيلوها لابني ويحرموني انا كمان منه، لكن اراد المولى عز وجل انه يكشف ملاعبهم ويترد مكرهم عليهم. استغفر الله العظيم. كنت عايزه. اتفضل يا حاج. ايه ده يا حاج؟ مستوره والحمد لله، مستوره. يا ولية امسكي، احنا غرب، احنا اهل. امسكي مال. عارف ان ندى الله يرحمها كانت هي اللي شايلاكي وشايله البيت كله، وانا وعدك يا حاج ان اول كل شهر هيوصلك واحد من صبياني يسلمك ظرف زي ده وانت قاعده مكانك معززه مكرمه. واي حاجه تحتاجيها يا حاج ما ترتبطيش بوقت، اي وقت اطلبيني هتلاقيني عندك في دقايق. اي والله. بالنسبة للقضية ما تقلقيش خالص يا حاجة، أنا اتفقت مع الحاج إن أنا هتولى القضية بنفسي ومن غير أي أتعاب. كل بس اللي مطلوب من حضرتك إنك تروحي الشهر العقاري وتعملي لي توكيل، وبإذن الله بإذن الله هجيب لك حقك من اللي عملوا فيها كده. اتفقنا؟ قولي اتفقنا يا حاجة، قولي اتفقنا، وإن شاء الله ربنا هينصرنا. أنا قريت المحضر، لكن للأسف موقف سليم بيه سيء للغاية. يعني إيه؟ وما إحنا جايين لحضرتك ليه؟ كل عودة وليها حلال يا فريدة هانم، بس أنا حبيت أوضح الأمور من الأول. أنا مش فاهمة حاجة ومش عايزة أفهم حاجة خالص. أنا كل يهمني دلوقتي إن سليم يخرج من المصيبة دي. إن شاء الله يا نسا. صحيح شهادة الشهود مش في صفه، وكمان تقرير الطب الشرعي المبدئي ضده، لكن إحنا لسه في أول الطريق. يعني أنت ناوي على إيه دلوقتي؟ إن شاء الله هحضر معاه التحقيق المرة اللي جاية، وربنا يسهل. على فكرة احنا ما اتكلمناش في الأتعاب. أيوة بس حضرتك، احنا مفيش مشكلة في الأتعاب،
اللي حضرتك هتؤمر بيه. المهم ان سليم يطلع. يا استاذ ما لبستش يعني؟ عايز خلاص هبتدي، احنا لازم نكون اول ناس موجودين. انا مش عايز اروح انا يا حاج. انت تخلص خالص، مش عايز اسمع عايزه، مش عايز دي. انت تسمع اللي بقولك عليه وتنفذه وانت زي الجزمه القديمه. اتفضل يلا قوم البس، وخمس دقايق تبقى قدامي هنا. يا حاج انت ازاي بس عايزني اروح؟ يعني لو هقف عازل الواد اللي مات بسببي، راح اخد عازل البت اللي انا موتها، تيجي ازاي يا حاج؟ حسك عينك اسمع منك الكلام ده تاني حتى بينك وبين نفسك. الاتنين اللي ماتوا دول احنا مالناش دعوه بيهم نهائي، ولازم نقف ناخد عزاهم كانهم اهلنا بالظبط. اتفضل، عايزك تلبس بدله وكرافته وتسرح شعرك المنكوش ده، عايزك تقف في العزا راجل، تبقى قد الواجب اللي انت رايح تعمله، وقد الحزن على اللي ماتوا. ولعلمك الحزن ده لازم الناس كلها تشوفه في عينيك، فاهم؟ يلا يلا. كتر خيرك يا فريده، متحرمش منك يا حبيبتي. بكره الصبح هنزل البنك اسحب لك الفلوس وسلمى توديهم لك. ايه الكلام اللي يزعل ده بقى يا طنط؟ هو انا مش زي سلمى وسليم ولا ايه؟ ربنا يعلم يا حبيبتي معزتك عندي قد ايه، بس دي الاصول. لو كان حصل كده مع سليم ولا سلمى كانوا هيعملوا كده. سليم نفسه لو حصل معاه كده كان هيعمل زي ما عملت. خلاص، وانا الفلوس دي اديتها لسليم، لا اديتها لك ولا اديتها لسلمى. هو لما يطلع باذن الله بالسلام هيديهم لي بنفسه. فريده انت والله العظيم ما هاخد منك حاجه يا طنط، خلاص. وبعدين ما انت عارفه سليم ابنك لا يمكن هينام وحد له عنده حاجه، ده مش بعيد يطلع من النيابه على البنك على طول. ترى يا سلمى صلي على النبي مال، قومي اعملي يا حبيبتي الفريده حاجه تشربها. لا يا طنط انا لازم امشي، اصل ماما مسافره عمره بكره ان شاء الله، ويا دوبك الحق اقعد معاها شويه. يا حبيبتي بقول لك يا فريده، وصي ماما تدعي لسليم، تدعي له في الروضة الشريفة. حاضر يا طنط، مع السلامة. أدعي له؟ ده لولا إن الدعاء على الناس جوه الحرم حرام كنت دعيت عليه لما شبعت. حرام عليك يا ماما، حرمة عليه عيشته هو واللي زيه. أنت مش عارفة عمل فيكي إيه؟ ده كسر قلبك وكمان قتل قتلة، أدعي له إزاي؟ سليم لا يمكن يعمل كده، أنا عارفاه كويس، لا يمكن يأذي بني آدم. أمال هما بيتبلوا عليه؟ وبعدين ده ظابط، يعني لا له في السياسة ولا ملوش ظهر وضعيف. وبعدين أنا عايز أعرف منك حاجة، أنت مهتمية قوي بالموضوع ده ليه؟ وإزاي تروحي لهم؟ وكمان عند المحامي. ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي يا ماما، ومفيش حاجة تستاهل إن احنا نتخانق عليها، ويا ستي لو كان على الدعاء خلاص ما تدعيش، ربنا بيسمع كل الناس جوه الحرم وبره الحرم. وسليم عنده ناس كتير قوي تدعي له من قلبها. Thank you.
ايوه يا ابني، خليهم يجهزوا لي العربيه، انا نازل حالا. تعيش وتجامل يا عم الحاج، مش هنتكلم في موضوعنا بقى ولا ايه؟ انت اتجننت؟ عارف لو فتحتني تاني في الموضوع ده قدام اي حد انا ممكن اعمل فيك ايه؟ وعزة جلال الله ادفنك صحي. طب انت بتقفش ليه يا عم الحاج؟ بور انت ارفعي دلوقتي. يلا انا خلص مع عم الحاج واكلمك. يلا. وانت تامر خد شادي واتكل على الله. يلا. الله، هو تامر بيه غريب ولا ايه؟ ده هو صاحب الليله كلها يا عم الحاج. تكون فاهم ان انت لو دراعي، اقسم بالله انا وقت الجد ما حد هيعوشني عنك. ده انا غالي يا عم الحاج، وربنا يخليك الاستاذ. عمري ما جيت اعمل الواجب برضه وافكرك. بالإذن يا بهوات، بالإذن يا بالحاج. عجبكم اللي انتوا عاملينه فيا ده؟ عجبكم؟ فطن. يلا. ايه ده يا ابني؟ انتوا قاعدين في اوتيل ولا ايه؟ شاي وقهوه وميه معدنيه. انت بقى سليم الانصاري؟